السعودي. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدة أوامر ملكية بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرا للطاقة، والأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وتعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. هذه الأوامر الملكية التي تصدر دائما بين حين وآخر هي يعني إصلاح دائم للهيكل الحكومة السعودية، ودائما وأبدا يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب أو الشخص المناسب في المكان المناسب. رسائل كثيرة تبعثها هذه الأوامر الملكية، من أهمها أن الأمير عبد العزيز بن سلمان هو ابن هذه المؤسسة النفطية، وتجربة 3 عقود مع المؤسسة النفطية يعني تجعل اسما كهذا مرشح لأن يتولى هذه الوزارة في مثل هذه المرحلة. أيضا الإصلاح الدائم في الهيكل الحكومة من خلال الأوامر الملكية التي تصدر تعطي رسالة واضحة ومباشرة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان أن الفرص دائما متاحة للكفاءات، وأن الكفاءة هي المعيار الأول الذي يتم بناء عليه اختيار الوزراء وتعيين المسؤولين. كل التوفيق للوزراء الجدد المعينين، كل الشكر والتحية لمن قدموا خدماتهم إلى الوزارات سابقا، وكل الابتسام والنجاح والتوفيق لمستقبل المملكة العربية السعودية مع كل مسؤوليها. إلى